أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سوف نتطرق في هذا الدرس إلى لاكور ديال لو بارتيسيب باسي، نزولا عند رغبة الكثيرين اللي يعني بغاو يفهموا مزيان الدرس لاكور ديال لو بارتيسيب باسي. هذا الدرس هذا يعني من طبيعة الحال راكم عارفين بأنه مهم جدا جدا، لذلك يجب عليكم أن تسبقوا إلى آخره. التمرين سوف يكون في الأخير، وهو تمرين تطبيقي غادي يبين أنك فهمتي أو لا ما فهمتيش. هذا الدرس هذا إن شاء الله سوف تفهم جيدا هذا الدرس. إذن لنبدأ على بركة الله. قلنا بأن الدرس هو l'accord دي بارتيسيب باسي، l'accord دي بارتيسيب باسي. سوف أعطي مثال لكي نرى من هو هذا لو بارتيسيب باسي، يعني ماذا نقصد بالبارتيسيب باسي. المثال هو سيت فيديو رياليزي بار اشرف. سيت فيديو رياليزي بار اشرف. رياليزي هاد لو مو رياليزي هو ياش هو اللي غادي ندرسو فهاد اللي غنديرو فهاد الدرس هذا فهاد الفيديو. دونك هذا هو لو بارتيسيب باسي. فوالا، لا اعتقد انكم كتعرفوا. دونك سيت فيديو اي رياليزي بار اشرف. دونك هنا كاين لو بارتيسيب باسي، هنا كاين لوكسيليير. هذا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب رياليزي افيك او ار ا لانفينيتي. دونك ما يجب عليكم يعني انكم تعرفوه بان لو بارتيسيب باسي، سوف اشرح واعيد الشرح ببطء كما تطالبونني دائما حتى تفهموا مزيان. دونك لو بارتيسيب باسي كنوجدوه في ثلاثه ديال المواضيع. نجد لو بارتيسيب باسي في ثلاث مواضيع، يعني انه يستعمل في ثلاث مواضيع يجب عليكم انكم تردوا لها البال مزيان. وسوف يعني نبدا بالموضوع الاول، اين نجد لو بارتيسيب باسي؟ اذا قد نجده سون اوكسيليير، يعني انه يمكن توجده بدون اوكسيليير. ليس بالضروري ان بالضروره انك تلقى مثلا اي مونجي او لا، يعني الاوكسيليير زائد يعني الاوكسيليير زائد البارتيسيب، ليس بالضروره. اذا سون اوكسيليير بحال لي زادجكتيف، حاله ديال لي زادجكتيف. سوف نرى هذا. ما هو الموضوع الثاني؟ الموضوع الثاني هو كان وجدوه بطبيعة الحال اللي هو معروف كثير، و افيك اتر لوكسيليير اتر اللي كيمشي مع لوكسيليير اتر. ثم الصديق ديال لوكسيليير اتر هو افوار. اذا افيك افوار، افيك افوار. دونك قلنا الان بان لو بارتيسيب باسي نجده في ثلاث مواضيع، سون اوكسيليير بدون اوكسيليير، او لا اتر او لا بافوار، او لا باتر او لا افوار. ردوا معايا البال مزيان. اذا لو بارتيسيب باسي سوف نعيد حتى هنا، حضوه معايا، سون اوكسيليير او لا باتر او لا بافوار. هاد الاول سون اوكسيليير هو اللي كنوجدوه لي زادجيكتيف. اذا سوف نبدا بهاد الاول هذا، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم سوف نعطي تمرين. كنتمنى قبل ما نكملوا انكم ديروا لايك للفيديو، ديروا لايك للفيديو، ربطوا لتحت وديروا لايك، واللي ما اشتركش يشترك، واللي عنده شي تعليق يعطيه مرحبا بجميع التعليقات. اذا الاول هو سون اوكسيليير. ماذا نقصد سون اوكسيليير؟ سوف دائما نعطي امثله ثم نستخرج القاعده. اذا اكزومبل كنقولوا مثلا ديطاش فيني، ديطاش فيني، مهمات يعني انتهت. هنا هل نجد لوكسيليير؟ واش كاين لوكسيليير هنا؟ لا يوجد لوكسيليير. دونك كاين لو نو اللي هو ديطاش، ثم كاين لو بارتيسيب مباشره، ثم لو بارتيسيب مباشره. لماذا كتبت او اس بالازرق؟ كتبت او اس بالازرق لان هذا هو لاكور. دونك لاكور هو او اس هذا. لماذا بالضبط او و اس؟ لان تنقولوا دي طاش، كنقولوا لا طاش غادي نديروا او
وكنقولوا ليطاج البلوغيل غنزيدو اس. اذا او بوغ لو فيمينان يعني لا لاطاج ولا انطاج، و اس بوغ لو بلوغيل كما سنرى. اذا غير باش تفهموا مزيان سوف وتخدم او اس هو لاكور اللي كنبحثوا عليه. لو كتبنا مثلا قلنا اون طاش، اون طاش سوف نزيل اس من طاش لان واحده سانغولي، وسوف نزيل اس كذلك من فيني. اذا اون طاش فيني لان اون هنا غنديرو او ديال فيمينا. قلنا دي طاش كانت اس غنقولو نزيدو اس، هذا فيما يتعلق بالفيمينا. اذا قلنا مثلا دي ترافو فيني، ان ترافاي دي ترافو، ان ترافاي راه ماسكولان مذكر. اذا ماذا اضفنا هنا؟ اس، لان هنا دي ترافو، ان ترافاي دي ترافو بلوريال. اذا اضفنا اس، هذا هو لاكور ديال لو بارتيسيب باسي، هذا هو لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب فينير ديال دوزيام جروب. اضفنا اس لان دي ترافو الي او بلوريال الجمع. لماذا لم نكتب او اس؟ لان او كما قلنا او عندما يكون عندنا الفيمينان، لما تنقولوا اون ولا لا، لا ولا اون، لما تنقولوا ان ولا لو ما كنديروش او. لما تنقولوا دي لي يعني في البلوريال دائما نضيف اس ديال البلوريال. متفقين؟ اذا سون اوكسيليير ممكن يكون مفرد يعني سانغولير بحال ان ان ترافو، ما يمكنش نقول ان ترافاي فيني غنحيدو اس كما قلنا. اذا ان ترافاي فيني، دي ترافو فيني افيك اس، اون طاش فيني افيك او، دي طاش فيني افيك او اس. ما هي القاعدة الآن التي نستخرجها من هنا؟ لما كيكون عندنا لو بارتيسيب باسي سون اوكسيليير كيف يكون؟ لو بارتيسيب باسي ساكورد اون جونغ اي اون نومبر افيك لو نوم او لو برونوم اوكيل il se rapporte. Très bien. ماذا يعني هذا؟ Le participe passé نضيف إليه l'accord حسب الجنس، واش masculin ou le féminin. Masculin لا نضيف له أي شيء، le féminin كنزيد له e. En nombre هو البلوريال. إلا كان بلوريال، إلا كان ان يعني masculin، إلا كان singulier، إذا كان سنجل يعني مفرد لا نضيف له شيء إلا إذا كان في منا، وإذا كان جمع يعني بلوريال نضيف إليه اس ديال بلوريال حسب لو نون اللي قبل منه. كما قلنا ان ترافاي حسب هذا لو نون اللي كيكون قبله افيك لو نون او لو برونون. يقدر يكون هذا ان نون بحال ترافاي ولا لو برونون ضمير إلا مثلا شي حاجة اللي هي ضمير اللي كيكون من وراها لو بارتيسيب افيك او لو برونون اوكيل il se rapporte يعني اللي مرتبط به. الان فهمتوا سون اوكسيليير كيكون لو بارتيسيب باسي كنزيدو ليه لاكور حسب الفيمينان ولا الماسكولان وحسب لو سينغولييه ولا البلوريال حسب le nom ou le pronom li sabqo yani li mertabt bih mtafqin. idhan sans auxiliaire a'taqid annakum fhamtouha. avec être المساله اللي كنوجدوها دائما اين نجي ان نجد هاد لا هاد لا avec l'auxiliaire le participe passé مع être في لي طون كومبوزي. كتعرفوا بلي الانديكاتيف فيه 4 temps simple et 4 temps composés.
لي طون سامبل هما ياش لي طون سامبل هما لو بريزون ياش لامبارفي لو فيتور سامبل لو باسي سامبل هادو كيكون فيهم جو مونج مباشره مثلا جو شيرش كونش لوكسيليير لي طون كومبوزي كيكون فيهم لوكسيليير شكون هاد لي طون كومبوزي ديال الانديكاتيف كاين لو باسي كومبوزي لو بلوس كو بارفي لو فيتور انتيريور le passé antérieur. Donc, هادو اللي كنقصدو هنايا avec être كيتصرفوا دابا لو بارتيسيپ باسي لما كيكون مع être. اذا سوف اعطي مثال. Les filles sont sorties. Les filles sont sorties. فين هو الاكور هنايا؟ Les filles sont sorties. فين هو être هنا؟ هذا هو l'auxiliaire être. Sorti هذا هو l'auxiliaire. هذا هو le participe passé. ماذا أضفنا إليه؟ أضفنا إليه ES. لماذا؟ لأن هنا تنقولوا لي في. Pluriel féminin كنقولوا la في. La في. زدنا E. كما شفنا في المثال ديال l'auxiliaire. Son auxiliaire. E. نضيف E إلى هاد لوكسيليار لأن لو نون اللي مرتبط به فيمينان ونضيف S لأن هاد لو نون أيضا بلوريال جمع لو كان هاد لو نون هذا فقط سانغولي يعني مفرد لا في نقولو لا في إي سورتي هل سوف يجب علينا أن نزيل S تبقى E لماذا بقيت E لأن هذا فيمينا سينغولي مؤنث مفرد مؤنث دائما E لأن هنا كي لوكسيليير اتر ردوا البال افيك اتر لما تشوف لوكسيليير اتر غنشوفوا هاد لو نون لا لو برونون اللي كاين هنا إلا كان مثلا فيمينان نزيدو او كان بلوريال كما راينا من قبل لي في درنا او اس سوف نعطي دابا بالمذكر لي غارسون سون سورتي ماذا نلاحظ هنا لي غارسون كنقولو لو غارسون اذا لي غارسون فعلا لو بلوريال اضفنا اس اذا كان لدينا هاد لو نو هذا فقط سانغولي اذا نقولو لو غارسون سون اس لو غارسون ماذا اي سورتي يجب علينا ان نزيل لاكور اس علاش لان لو ماسكولين سانغولي مذكر والسنغولي يعني مفرد لا نضيف أي شيء إذن القاعدة كما رأينا من قبل نفس القاعدة نعيدها أيضا il faut faire attention toujours لما كيكون عندنا إذن avec être ولا sans auxiliaire نفس القاعدة le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Iden, had les deux premiers, bhal bhal. L'an, li tarddu lih l'bal, huwa an-naw' at-talit. An-naw' at-talit, rddu ma'aya l'bal, li huwa avec afdal. Ma ma'na had? Lma kitsarraf le verbe, l'auxiliaire afdal. Iden, da'iman lma kanwjdu avec l'auxiliaire مرتبط بلوكسي أبالا يعني لو بارتيسيب باسي لما نوجدو لو بارتيسيب باسي مرتبط مصرف بأفواغ ليس هناك لاكور لو بارتيسيب نو ساكور با قاعدة افيك أفواغ لما كنصرفو ان فيرب بلوكسيليير أفواغ لا نضيف لاكور لو بارتيسيب ديالو باسي متفقين لكن هناك حالة
اللي كيكون فيها لاكور، شد فيها مزيان ورد ليها البال مزيان. صوف سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت اي بلاسي افون لوي. هادي يجب علينا ان ننتبه اليها. صوف سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت اي بلاسي افون لوي. ماذا يعني هذا؟ ما معنى لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ بالعربيه المفعول به لما كنوجدوا فواحد الجمله المفعول به اللي هو اصلا نجده بعد لو فيرب، بعد في الاخر ديال الجمله، لنقل في الاخر ديال الجمله، الى وجدناه قفز الى قبل الفعل، قبل لوكسيليار. الى وجدناه قبل لوكسيليار كيكون عندنا لاكو، كيكون لاكو. سوف اشرح حتى تفهم جيدا. انظر معي هذا المثال. هذا il a écrit 7 lettres. il a écrit 7 lettres. الى نشوف الى بغينا نشوفوا هاد الجمله هذه، فينا هو لوكسيليير، فينا هو لو بارتيسيپ باسي، فينا هو هذا لوكسيليير avoir وهذا لو بارتيسيپ باسي. في هذه الجمله ليس هناك لاكور، ولو نكتبوا ال ا اكري ما غاديش نكتبوا ال ا اكريت نو، لا لا يمكن نديروا لاكور افيك افوار. لماذا؟ لان هاد ست لتر هو الحقيقه ستان كومبليمون دوبجي ديريكت. السؤال كيف نعرف لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ نعرفه بسؤالين. تنقولوا الى اكري كوا ولا كي، سؤال كوا ولا كي. في هذه الجمله كنطرحوا باش الى اكري كوا، ماذا نقول؟ الى اكري سيت لتر. اذا اردنا ان نعرف الاعراب، اذا صح التعبير ديال سيت لتر، لا فونكسيون ديالها سيت لتر، نقولوا الى اكري كوا. الى اكري كوا؟ الى اكري سيت لتر. الى اكري سيت لتر، دونك سيت لتر اجابت عن السؤال كوا. اذا سيت لتر سيت ان كومبليمون دوبجي ديريكت، سيت ان كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول به. في هذه الجمله هذه اين يوجد الكومبليمون دوبجي؟ يوجد بعد لو فيرب، بعد لوكسيليير. ها لوكسيليير، اين جاء الكومبليمون دوبجي ديريكت؟ جاء بعده في نهايه الجمله، لنقل في نهايه الجمله. اذا اردنا الا نذكر سيت لاتر نردها ضمير، كتبها الا اكريت، الا اكريت، راح له مزيان. نريد يعني أن يعني أننا ألا نذكر ست لتر. مثلا قلنا بالعربية كتب هذه الرسالة، كتب هذه الرسالة. نحن لا نريد أن نقول هذه الرسالة، سنقول كتبها، كتبها. إل لا إكريت. إذن ست لتر هي ديك ال أبوستروف، هي هاد ال أبوستروف، سوف أكتبها بالأبيض الابوستروف الا اكريت. لكن لاحظوا هنايا اضفنا او، لماذا؟ هنا على كور ديال لو بارتيسيپ اللي قلنا قبل قليل، اضفنا او بالرغم من ان هذا لوكسيليير افوار. قلنا بان مع لوكسيليير افوار ليس هناك، ما كاينش لاكور بحال هنا. لما كان كومبليمون دوبجي ديريكت بعد الفعل ليس هناك لاكور، ما درناش الا اكريت سيت لتر. لكن هنا لما اخذنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت ووضعناه قبل لوكسيليير، اذا سوف نضع لاكور. بما اننا تنقولوا لا لتر في ميناء لا لتر، غنزيدو او ديال لاكور، او ديال في ميناء، او ديال في ميناء. لو قلنا الا اكري سي لتر، سوف نضيف إل، غادي نكتبو إل لي
ذا إكريت ونزيدو إس، نزيدو إس. لو سأعيد، لو قلنا إلا إكري سيلتر، سيلتر يعني جمع مؤنث، سوف نكتب هنا إل لي زا، لي ب إل أو إس ثم أ أوكسيليار إكريت، سوف نضع أو وإس. إذن avec le complément d'objet direct le ما كيجي قبل لوكسيليير نضع لاكور لو بارتيسيب باسي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الجزء هذا. إذن لاحظتم مزيان بان لاكور يمكن هذه الجمله هذه نكتبوها بهذه الطريقه هذه باش تفهموا اكثر. إذن قلنا قبل قليل بان سيت لاتر هو كومبليمون دوبجي ديريكت، الجمله يمكن نكتبها بهذه الطريقه سيت لاتر اي لا اكريت. إذن كومبليمون دوبجي ديريكت هو ثم الضمير اللي هو هذا إذن هنايا، بالرغم من أن هذا أوكسيليير أفوار ما كاينش لاكور، ما كاينش لاكور أفيك لوكسيليير أفوار، لكن بما أن لو سي أو دي الكومبليمون دوبجي ديريكت جاء قبل لوكسيليير، جاء قبل الفيرب، إذن فهو تنديرو لاكور. أعتقد أن إلى حد الآن المسائل واضحة. إذن الكومبليمون دوجي ديريكت دائما جاء قبل لوكسيليير، إذن كنديرو لاكور. رد البال لاكور لما كيكون الكومبليمون دوجي ديريكت قبل لوكسيليير. سنعيد قليلا ما قلناه بالنسبة للأفواغ لأنه هو المشكل. إذن قاعدة عامة البارتيسيب باسي نو ساكورد با لما كيكون عندنا أفواغ لوكسيليير أفواغ إلا في حالة ما إذا كان الكمبليمون دوجي ديريكت لما كيجي قبل لو فيرب، قبل من لو فيرب تما كنديرو لاكور، كنقولو لا لتر نزيدو أو. الآن إن كنتم يعني فهمتو هاد الدرس هذا سوف أعطي تمرين تطبيقي أن إكسيرسيس d'application في البارتيسيب باسي، لكن ما تنساوش لايك الله يرضي عليكم. هذا التمرين هذا بامكانكم انكم راه ساهل، بامكانكم انكم يعني ديروا بوز وتجاوب، بوز وتجاوب، اجيب عليه بسرعه، دير بوز جاوب عليه، لانني سوف اجيب عليه بسرعه لاننا طولنا في الفيديو. نو سون بارتي، ماذا نفعل هنا؟ نو سون بارتي سوف نضيف لان هذا الفيغ اوكسيليير اتر غنزيدو اس ديال بلوريال. هنا هنا نو زافون تروفي هذا افوار، ما كاينش لوكسيليير، ما كاينش لو كومبليمون دوبجي ديال قبل منو، اذا ما كاينش لاكور، ما كاينش لاكور، غنحيدو ما كاينش لاكور. لا فواتور كو نو زافون اشيتي اي بيل، هنا لوكسيليير افوار، ولكن ها هو لا فواتور الكومبليمون دوبجي ديريكت. Il a acheté quoi? Il a nous avons acheté quoi? Nous avons acheté une voiture. Donc la voiture, j'ai hâte qu'il me le verbe. Donc, had la voiture en zidou, madame Nodif, sauf à Nodif, e, l'accord, birrarn en adna, avant, avoir. Le en adna, le complément d'objet direct, sabaka, j'ai hâte le bidaya. Huna, les sahuna kashi, le en a, m'tavet l'hal, l'auxiliaire avoir. فقط ما كاينش لي فلور كيلزون كوي ايتي رافيسونت، لي فلور كيلزون كوي ايتي رافيسونت. اذن ايلزون كوي كوا؟ ايلزون كوي لي فلور، دونك لي فلور سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، هذا بلوريال فيمينان، اذن فيمينان غادي نزيدو ماذا؟ فيمينان ماذا نزيد؟ انا نزيد ماذا نضيف؟ او ثم اس ديال بلوريال. اخر جمله لي زيفور افيكتيي سون انكرويابل، هنا سون اوكسيليير، هنا ما كاينش هذاك المثال الاول، النوع الاول ما كاينش لوكسيليير هنا، اذا كاين لاكور. لي زيفور بلوريال ماسكولين كنقولوا ان ايفور، لي زيفور افيك اس غنزيدو ان اس، لي زيفور افيكتيي غنزيدو نضيف اس، سون انكرويابل
كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. ما تنساوش ديروا شي تعليق اللي يبين بانكم فهمتوا ولا ما فهمتوش بكل صراحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.